وبالتالي هناك سؤال دراسة وسائل التواصل يصبح فارضا لذاته وسؤالا ذا جدوى. تفكيك لتفكيك هذا السؤال طبيعة الحال نستضيف اليوم مجموعة من المتخصصين سمتهم وميزتهم أنهم يربطون بين تخصص التواصل وكذلك التجربة التربوية الطويلة والممتدة، ولذلك كانت هذه الفرصة هذه لفتح آفاق للنقاش، آفاق لتبادل الأفكار وللتوصيات وللإضافة الهامة التي سنستمتع بها معهم. إذن هناك ثلاث مداخلات للضيوف الثلاث. ننطلق مع الدكتور أحمد الدافري. الدكتور أحمد الدافري قدمه طبيعة الحال سابقا منشط.